الحمد لله، السلام عليكم. آية من القرآن لقضاء الحوائج بإذن الله، يعني عندك شيء تريد أن يقضى إليك، تركز على ذلك الشيء فقط، الشيء الذي تريد أن يقضى إليك فيه خير لك. في أي وقت شئت بإذن الله تصلي ركعتين إلى الله سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين وتجلس في مكانك وتقرأ هذه الآية التي سترها في الشاشة. بسم الله، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. تقرأ هذه الآية 145 مرة، تقرأ 145 مرة وتطلب حاجتك وتنفذ الطريقة يوميا، يعني اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث تنفذها حتى تقضى حاجتك وتركز على الشيء الذي تريده، ستقضى لك في ظرف 3 أيام إن شاء الله. يعني تصلي ركعتين كما قلت وتقرأ الآية 145 وتطلب حاجتك. هذه من أسرار هذه الآية لقضاء الأشياء بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.